الاتوبيس اللي واقف ورا كريم ده جميل. طيب اللي عايز اقوله برضو في اطار هذا الموضوع ان احنا عندنا تشكيل متوقع حتى هذه اللحظه. التشكيل ده ليس تشكيلا رسميا ولكنه تشكيل متوقع للنادي الاهلي. لو انت جاهز يا سمير بعد اذنك تحطه لنا على الشاشه. التشكيل المتوقع للنادي الاهلي: محمد الشناوي، علي معلول ناحيه الشمال، ايمن اشرف وياسر ابراهيم اثنين استوبرين في اول مباراه لياسر ابراهيم، ومحمد هاني ناحيه اليمين، حمدي فتحي في اول مباراه له مع عمرو السوليه، ورمضان صبحي وناصر ماهر وحسين الشحات، وفي الامام جونيور اجايي. ده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي اول ما يبقى تشكيل رسمي هنقوله لحضراتكم. التشكيل الاخير اللي لعب بيه نادي شبيبه الثور الجزائري امام نادي سيمبا، هذا التشكيل هو زي ما حضراتكم شايفين. حراسة المرمى كان خالد بوقاسم، أما خط الدفاع نصر الدين خوالد وعماد الدين بوبكر وإبراهيم الخليل بكاكشي وفاتح طالح. وخدوا بالكم حضراتكم من نصر الدين خوالد، واحد من اللاعبين اللي المفروض اللي هو الكبار سنا في النادي الشباب القبائل وشباب الثورة، وواحد من اللعيبه اللي ممكن جدا جدا النادي الاهلي يلعب عليه بشكل كبير جدا جدا جدا. خط الدفاع عندهم يعني عشان هم بطاء شويه فبيبقى عندهم مشكله، فعشان كده بيلعبوا على كشف مصيدة التسلل وبيلعبوا على التسلل، فممكن جدا 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 ان احنا نستغل هذا الموضوع. وهنتكلم اكتر طبعا في اطار هذا الموضوع الناحيه التحليليه مع كباتننا الكبار. اما في خط الوسط هيبقى بولس كلخير وابراهيم فرحي ومسلم مرباح. اما في خط الهجوم ثلاثي الهجوم حمزه زايدي وحمار زيري ومحمد لامين حاميه، ده الثلاثي الهجومي في الفريق الجزائري. اما احتياطي الفريق الجزائري محمد زكريا حوالي ومحمد الامين ومحمد وليد تبروتين ومحمد الهادي وتوماس اوليموانجو وكوناتي الحاجي يوسوفا وايمن عبد العزيز الحميري. هم دول المجموعه اللي لعبت المباراه السابقه والاحتياطي للتشكيل الرئيسي لفريق نادي شبيبه الثوره الجزائري امام مباراته الاخيره امام سيمبا التنزاني. طيب خلينا بقى نروح لمباراه اليوم والجرافيك اللي عندنا النهارده او شغل الجرافيك اللي عاملينه لحضراتكم النهارده من المباراه. المباراه النهارده هتبقى امام النادي الاهلي امام نادي شبيبه الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا في المباراه الثانيه في دوري المجموعات. مشاركات النادي الاهلي في البطوله الافريقيه في دوري الابطال 29 مباراه، في ابطال الكؤوس 5 مباريات، في كاس الكونفدراليه 4 مباريات، اما كاس السوبر ف 8 مباريات، الافرو اسيويه مباراه وحيده فقط. البطولات: دوري ابطال افريقيا 8 بطولات، اما ابطال الكؤوس 4 مرات، والكونفدراليه النادي الاهلي فاز بها مره وحيده وهي المره الوحيده للانديه المصريه من خلال النادي الاهلي طبعا. اما السوبر الافريقي ففاز به النادي الاهلي 6 مرات والافرو اسيويه مره واحده. اما ارقام النادي الاهلي في البطولات الافريقيه للانديه: لعب 345 مباراه، فاز في 174، تعادل في 92، هزم في 79، له 513 هدف وعليه 295 هدف 265 هدف انا اسف. اما ارقام النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بقى: لعب 265 مباراة، 131 فوز، 76 تعادل، 58 هزيمة، له 400 هدف عليه 207 هدف. نتائج الأهلي في دوري الأبطال: البطل زي ما حضراتكم عارفين 8 مرات، الوصيف 4 مرات، خرج من الدور النصف النهائي 3 مرات، خروج من دور الثمانية 7 مرات، خروج من دور الـ16 3 مرات، خروج من دور الـ32 مرتين. اما تاريخ النادي الاهلي في دوري المجموعات بدوري الابطال الافريقي: النادي الاهلي لعب 91 مباراه، فاز في 42، تعادل في 28 مباراه، هزم في 21 مباراه، له من الاهداف 127 هدف وعليه 91 هدف. الاهلي لعب في دوري الابطال 15 مره. اما نتائج النادي الاهلي مع الفرق الجزائريه: النادي الاهلي لعب مع مولوديه العاصمه وجيتيزي اوزو ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمه وشبيبه الجزائر.
لعب 19 مباراة، فاز في 9، تعادل في 5 مباريات، هزم في 5 مباريات، له من الأهداف 22 هدف عليه 16 هدف. دي نتائج النادي الأهلي مع الأندية الجزائرية. أما مشوار النادي الأهلي في البطولة الإفريقية دوري أبطال إفريقيا 2019، النادي الأهلي في دور ال 32 في مباراة الذهاب فاز على جيما أبا جيفارا 2-0، وفي مباراة العودة هزم النادي الأهلي بهدف مقابل شيء من جيما أبا جيفارا. أما في دوري المجموعات، المباراة الأولى فاز النادي الأهلي على نادي فيتا كلوب بهدف أو هدفين أنا آسف مقابل لا شيء، ليحرز أول 3 نقاط في دوري المجموعات هذا الموسم. أما مشوار شبيبة الثورة الجزائري في دوري الأبطال 2019 في دور ال 64، خدوا بال حضراتكم شبيبة الثورة لعب في دور ال 64، فاز على جاجلو 2-0 ومباراة العودة تعادل سلبيا، وبالتالي صعد إلى دور ال 32. وفي دور ال 32 في مباراة الذهاب فاز أيضا على اتحاد طنجة المغربي بهدفين مقابل لا شيء، وفي مباراة العودة اتحاد طنجة فاز على شبيبة الثورة الجزائري بهدف مقابل لا شيء. أما في دوري المجموعات، أول مباراة هزم فيها نادي شبيبة الثورة الجزائري بثلاثية مقابل شيء من نادي سيمبا التنزاني. نبيل نجيز المدير الفني لفريق الشبيبة، طبعا مدرب شبيبة الثورة حاليا، وتاريخ التعاقد معاه كان في مارس 2018، عنده 51 سنة. أما أرقامه في دوري الأبطال لعب 3 مباريات فقط، فاز في مباراة، هزم في مباراتين، له هدفين وعليه 4 أهداف. أما أرقامه في الدوري الجزائري لعب 25 مباراة، فاز في 13، تعادل في 6، هزم في 6 مباريات، له 29 هدف وعليه 14 هدف. ايه هي الصفقات الجديدة اللي جت واللي مشيت من نادي شبيبة الثورة الجزائري؟ الصفقات الجديدة توماس أوليموانجو لاعب الهلال السوداني السابق وجنسيته تنزاني، انتقل من نادي الهلال الى نادي الشبيبة. يعني نادي الشبيبة كان بيحاول ان هو يرمم من حاله عشان يلاقي النادي الأهلي. رفيق بكبوكا من اتحاد بني دولة الجزائري وانتقل إلى شبيبة الثورة الجزائري، وحمار حمار زيري في مولدية الوهران الجزائري أيضا وانتقل إلى شبيبة الثورة. الراحلون من هذا الفريق نبيل بسماحة وأحمد زناسي، دي المجموعة اللي مشيت أو الاثنين لعيبة اللي مشيوا من نادي شبيبة الثورة الجزائري. خلينا بقى نروح للنادي الأهلي وقائمة النادي الأهلي لهذه المباراة. حراسة المرمى شريف إكرامي، الشناوي علي لطفي، أما خط الدفاع حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد هاني، كريم ندفد، وعلي معلول، وياسر إبراهيم. أما خط الوسط فميدو جابر وعمر السولية وأحمد حمودي وجونيور أجايي، حمد الله على السلامة أجايي، وإسلام محارب وناصر ماهر ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان. أما خط الهجوم فمحمد الشريف والمدير الفني مارتن لاسارتي. أما قائمة فريق شبيبة الثورة الجزائري، انتوا غاويين تحطوني في امتحانات، دي أسماء كبيرة أو صعبة أو يا جماعة. الجزائريين عبد الرؤوف نتاش، خالد بوقاسم، محمد زكريا حاول يدافع حراسة المرمى، خط الدفاع عادل بوشيبة وكوناتالي يوسوفا وفاتح طالح وابراهيم الخليل بكاكشي وعماد الدين بوبكر ومحمد الامين بركه ومحمد وليد تيبوتي ونصر الدين خوالد. اما خط الوسط حمار زيري وابراهيم فرحي ومسلة مرباح ومحمد الامين حاميه ونبيل بسماحه ويونس كل خير وسيد احمد عواد وعبد الجليل تقي الدين وحمزه زيدي ورفيق بكبوك. اما خط الهجوم سيد علي يحيى وايمن عبد العزيز ومحمد بلعيدات ومصطفى جليت وسيدوبا وبيسيري وتوماس وليموانجو. دي قائمه فريق شبيبه الثوره الجزائري. مين اللي هيلعب المباراة القادمة أمام شبيبة الثورة؟ فيتا كلوب سيلاقي شبيبة الثورة الجزائري ضمن المجموعة الرابعة، والنادي الأهلي سيلاقي سيمبا التنزاني في القاهرة، أما شبيبة الثورة سيلاقي فيتا كلوب في الكونغو الديمقراطية.
حكام مباراة اليوم، حكما للساحة إريك أوتوجو كاستان من الجابون، وحكم مساعد موسوندا مونتيل من الجابون، وفينجا من الجابون. دول حكام المباراة في مباراة اليوم. طيب هنكمل اخبارنا وهنكمل السوشيال ميديا اللي عندنا ومواقع التواصل الاجتماعي قالت ايه، وهنتكلم عن الجرايد برضو المصريه قالت ايه، والجرائد الجزائريه ماذا قالت عن هذه المباراه، ولكن نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.